أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ترك صلاة العيدين وقيام ليلة القدر مع الجماعة بسبب أنهم يذهبون في هذه المناسبة للصلاة في القباب، ولا يوجد أي مسجد قريب مني؟ الحمد لله، صل ليلة القدر، صلها في بيتك، صل مع أهلك ومع أولادك، أو صل وحدك في بيتك، ما هو لازم تصليها في المسجد، ولا تصليها مع المبتدعة، صلها أنت في بيتك ومع أهل بيتك، أو صلها حتى وحدك منفردا. وأما صلاة العيدين فهما فرض كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ولو صليتها أنت وأهل بيتك جماعة فهذا أحسن من أنكم تصلونها مع المبتدعة. صل أنت وأهل بيتك، أو أنت وجيرانك اجتمعوا صلوها، ولا تصلوا مع المبتدعة.